أحد أضلاع العيد لعام 1443 عيد الأضحى اكتملت برؤية الدكتور محمد الودعان أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود. مساك الله بالخير دكتور محمد. أهلا، مساء الخير، حياك الله. الصحة والعافية وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. سعيد جدا برؤيتك في هذا المسار وفي بلد التاريخ وبلد الحضارة العلا. تحدثنا عن العلا سابقا. الله يبارك فيك ويسلمك ويجزاك الله خير. احنا اسعد صراحة، وانا جدا مبسوط اليوم اني جيت العلا. العلا صراحة هي بلدنا، وطبعا مكان الولادة والاهل والاصدقاء والجماعة كلهم موجودين هنا. طبعا انا مواليد العلا ما شاء الله، انت خابر يعني صلاة النبي. اي نعم. وكنا في الخمسية، طبعا درست في ابتدائية المنشية، الآن يسموه الملك فهد. طبعا يمكن الآن انتقلت إلى مكان ثاني. نعم صحيح. إيه، لكن أيضا المتوسط في متوسط موسى بن نصير ما شاء الله، ثانوية وليد بن عبد الملك. أنا طبعا خريج 1407 ما شاء الله. ما زلت أتذكر الزملاء والأهل يعني الجماعة والأصحاب الفترة الماضية في المنطقة هذه. نعم، كانت فترة جميلة طبعا. يعني العلا ما شاء الله مشهورة بالزراعة ومشهورة بالنخيل ومزارع، يعني كل شيء ما شاء الله كان فيها كل شيء جميل. يعني وش أقول، يعني على يكفي الجو الاجتماعي. يعني العلا ما شاء الله أهلها اشتهروا بالطيبة وما زال الخصلة هذه موجودة فيها، وما زالوا طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني لا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني من يعني هذه صفات وخصال ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني موجودة ومن القدم وورثة حتى في الأبناء ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا بعد العلا انتقلت للملك سعود ودرست في جامعة الملك سعود في كلية العلوم، والحمد لله عينت معيد، ثم حصلت على بعثة، درست في بريطانيا، ثم رجعت إلى الجامعة ما شاء الله. والحمد لله يعني حتى في الجامعة ترقيت، يعني من أستاذ مساعد إلى مشارك إلى الآن الحمد لله أستاذ دكتور بروفيسور ما شاء الله من فترة. الله سبحانه وتعالى سنوات من العطاء والإنجاز ما شاء الله. يعني وإحنا نتمنى بس أنه نعكس الصورة الحسنة، الله الصورة الجميلة دوما ما شاء الله، وبحضورك حتى في الجامعة ما شاء الله عاكس الصورة الحسنة لأبناء العلا. الله يبارك فيك الداخل لأبناء العلا، ودائما حقيقة دائما مشرفين ورفعين رؤوسنا فوق الحمد لله. طبعا العلا الفترة الأخيرة ما شاء الله يعني مرت في تطورات حقيقة يعني مذهلة، يعني ما شاء الله تغير كبير وتطور حقيقة يعني مضطرد. ولاحظنا أنه صار ما شاء الله فيها أفكار جديدة ومواكبة للتطورات اللي تمر فيها المملكة. يعني ما شاء الله رؤية 2030 ما شاء الله نشوفها على أرض الواقع هنا. نعم. مع وجود الهيئة، وأيضا ما شاء الله بتكاتف الأهالي هنا وما شاء الله وتعاونهم، لاحظ ما شاء الله لأنه يعني أصبحت يعني حتى الأعمال الموجودة ما شاء الله أعمال يعني حتى جذبت أنظار العالم. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ليست فقط على مستوى المملكة، حتى أيضا على المستوى العالمي والمستوى الدولي. نعم، شوف ما شاء الله أبسطها المطار، مطار الآن العلا الدولي، يعني شيء عجيب ما شاء الله. نعم يعني صحيح. وإن شاء الله بحول الله العلا دائما من الأعلى إلى الأعلى، يعني وإن شاء الله نشوف العلا دائما في من أفضل الأماكن السياحية على مستوى العالم، وهي حقيقة تستحق لأنها يعني تميزت مواصفات حقيقة يندر وجودها في مكان آخر. نعم. لا في ناحية التراثي ولا في ناحية يعني التاريخ ما شاء الله عريق جدا وقديم من آلاف السنين، ويمكن تشهد على ذلك بدان صالح. نعم. والآثار الموجودة إلى الآثار الإسلامية في البلد القديمة، إلى حتى القطار، إلى طبعا العصر الزاهر اللي احنا عايشينه الآن الحمد لله، عهد الزاهر العصر الميموني لعهد خادم الحرمين الملك سلمان. يعني كل العلا ما شاء الله في تطور وتقدم، لكن حقيقة جذب سياحي، مكان جذب سياحي حقيقة يعني يندر وجوده، لا من ناحية الطبيعة ولا من ناحية المناظر، لا من ناحية الجبال، لا من ناحية الآثار التاريخية اللي تميز فيها العلا. فهي صراحة يعني مكان مكتمل
مكتبة. أيه. وأيضا يحتمل وجوده أهالي العلا، أهالي العلا هم ما شاء الله. اكتمل العيد هذا برؤيتنا لك يا دكتور. اللي خلوها بهالشكل. الله يعطيك العافية، شاكر ومقدر لك، أعتذر عن الوقت المستقطع اللي قطعته لك مع العائلة ما شاء الله، وجولة ماتعة في بلد التاريخ وبلد الحضارة. شكرا لك دكتور محمد، وعسنا أن نلقاك إن شاء الله دوما وأنت بأفضل حال. الله يبارك فيك، ونتمنى دائما لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوف العلا دائما في من العلا إن شاء الله بإذن الله كاسم على مسمى. شكرا بارك الله فيك.